أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة في حصتكم يوم مع فنان. اليوم على غرار العادة معنا ماشي فنان وإنما السياسي الكبير المحنك سليمان حمادة. شكون فينا اللي ما يعرفوش سي سليمان؟ جوز حياته كامل في المناصب السياسية، اليوم راح نشوفوا يومياته ونتعرفوا عليه عن قرب. تبعونا. وش راك سي سليمان؟ السلام عليكم، وش راكم؟ لاباس الحمد لله. سي سليمان اليوم استقبلتنا في الحي ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم، على كل حال راني فرحان استقبلتكم في مسقط راسي لهنا، هذا هو الحي تاعي. ومن بعد كي كبرت على كل حال وبديت نمارس السياسه رحلت من هذا الحي هذا. يعني رانا نشوفوا البساطه تاع السي سليمان، استقبلنا وبدا الحوار تاعنا، اصر باش يبداه في الشارع. انا الشارع يا خويا هو الملهم تاعي، ما نكذبش عليك، ونفرح بزاف كي نتمشى هكذا في الشارع، خصوصا لما نتلاقى بالمواطنين. الحمد لله يا خويا، وين نروحوا الاستقبال يكون يعني كما نقولوا بالبارود وبالاحضان وبالزغاريت، وين نروحوا؟ الحمد لله. يا واحد المنافق، انتوما تقبتوا البلاد. او عليك صحافه، انتوما تقبتوا البلاد. انا انت واحد الخبيث انت كما. الحمد لله على كل حال، احنا وين نروحوا يقابلونا بالبوس وبالورد وبالاحضان. على كل حال وانا نحب نتواضع، نمشي للاسواق بزاف، ونحب نروح ثاني للمقاهي الشعبيه وين يقعدوا الشباب، يعني خصوصا المقهى تاع يعني فندق الهيلتون نحبوه بزاف. على كل حال البدايه تاعك كيفاش كان؟ انا على كل حال نفسي كانت تقول لي خطيك من السياسه، بصح انا الحمد لله جاهدت نفسي يا خويا ودخلت للسياسه بالسيف. ونصارحك يعني باللي السياسه بكري تقدر تقول يعني كانت حلوه، ماشي كيما دادوكا سياسه شغل جياحه بزاف. وش اللي عاونك باش نجحت هكذا؟ نقولوا مكتوب على كل حال، وفي نفس الوقت بيان سور الخدمه، لانه مثلا الواحد لما يعني يتكلم من اللغات تهضر الانجليزيه طبعا، واحد خطر غير كيما واحد قلت له جود باي هكذا يا نورمال. وهذا الحمد لله مما يعني شجعنا باش نديروا انجازات عملاقه الحمد لله، كيما مؤخرا درنا بطاقه التعريف الالكترونيه اللي حتى واحد ما كان يستنى فيها. حنا ماذا بينا لو كان زورو حاجه متعلقه بالطفوله تاعك؟ بيان سور يا خويا، دوك نديكم للليسي تاعي نتلاقى مع البروف تاعي. بلاك واش بيت جدك؟ نقول لك نتلاقى مع البروف تاعي تاع الليسي اللي رغم الشهره ورغم السياسه يعني مازالني نحترمه بزاف. على كل حال ونروح نطلع عليه في بعض الاحيان. يلا معنا. هذه هي الثانويه على كل حال اللي درست فيها بكري انا. ومعنا ايضا استاذ سي سليمان. استاذ واش تقول لنا في التلميذ تاعك؟ صافي بليزير، واحد ما تلميذ توعي يعني اصبح هكذا، رغم يعني انه كان هو الحمار عندي في الكلاسه الا انه استهزينا به واصبح سياسي محنك. يعني وش شفع عليه حاجة في الماضي تاعو كان معروف بها؟ سبحان الله، كان يعرف صلاحه من البكري، يعني كانوا كل ما يديروا طوايش ولا يحصلها في التلاميذ الاخرين ويطبعهم ضحية. والحاجة اللي شفع عليها بزاف كان يكذب بزاف، شفيته؟ الله غالب يا. على كل حال الصغر هذاك شغل هكذا، ولكن بصح شنو انا راني فيير لاني اثبت انه يعني ممكن تكون حمار تاع كلاسك بصح تكون سياسي كبير، وان شاء الله الحمير تاع الكلاس كامل يديروني قدوه ان شاء الله لهم، لما لا يديروا مستقبل سياسي ان شاء الله كبير. وان شاء الله على كل حال ان شاء الله. الله يبارك الله يبارك. يعني دوك تدينا نزوروا المنزل تاعك؟ بيان سور نديكم المنزل تاعي ان شاء الله، يعطيكم الصحه استاذ تهلا تاع حمار هذيكم بعدا نقصروا عليها. سليمان الان رانا في المنزل تاعك. بون على كل حال هذه اسميها غرفه صغيره برك لانه المنزل يعني مازال كبير بزاف. هذيك الشهاده اللي راهي معلقه موراك ديتها كي كنت صغير؟ انا عمي على كل حال هذه عطاوها لي في المسيد كي حافظت على المرتبه الاخيره بوندون بلوس دو 15 وانا الاخر، وفي اخر المشوار كرموني على كل حال بها، وراني كيما تشوف راني حاطها لهنا، راني فخور بها بزاف. كاين قضية أثارت الكثير من الحبر، هي اتهامك بسرقة أموال الشعب. لا يا أخي حاشا لله أن أسرق، أنا لم أكن أسرق، أنا كنت ندي، يعني هذاك الوقت كنت نوصل يعني الأموال تاع الدولة بالطونوبيل، فيكونوا زعما هكذا 50 مليار ولا، في بعض الأحيان الإنسان ينسى مليار ولا زوج، وشنو النية مليحة على كل حال. كاين قضية واحدة أخرى، هي اللغة الأمازيغية، أنت رفضت منذ سنوات أن ترسم اللغة الأمازيغية. إي دوكا واش راح نقول لك؟ على كل حال ما نكذبش عليك، أنا بكري درتها زكارة باسكو كان عندنا جارنا يسكن فوقنا بكري قبايلي، كانت مرتو تنفض علينا الغبرة. إي بصح هذاك مطلب تاع منطقة كاملة ماشي تاع جارك برك. يا خويا في السياسة القبايل هادو ما مشكل كبير، هما على بالك يهضروا بزاف ويحبوا يديروا النش. أنا على كل حال ما نكذبش عليك يعني كنت قادر نرسمها من بكري، بصح أنا لو كان نرسمتها كنت خايف يزيدوا يدومونديو حاجة واحدة أخرى، دونك جي بريفيري ما نرسمهاش باش تقتل الهضرة عليها. كنت أيضا صاحب نظرية لاس فيغاس اللي تلقات انتقادات كثيرة يعني.
إيه بالنسبة لنظرية على كل حال لاس فيغاس، سيفري ما عجبش الأغلبية تاع الناس، ولكن أنا راني ثابت على الموقف تاعي أنه لو دينا الدراهم تاع الشعب هذاك الوقت لاس فيغاس ولعبنا بهم. إيه هي كانوا هاد الماشينات على كل حال شغل دوائرة هيدا كبيرة تدورها بدراهم الشعب، ممكن تربح الدوبل ولا التريبل تاع دراهمك، ممكن كذلك تخسر. على كل حال انا كنت مع الراي انه نريسكيو ونقمرو بدراهم تاع الجزائر يعني، ولكن يعني انا احترم الراي الاخر. انت عندك مسار حافل في تجوال سياسي بين الاحزاب، تقدر تكلم لنا عليه من البدايه؟ والله زمان كنا على كل حال في الحزب الواحد، ما عندك ما تدير، ومن بعدها مع التفتح جا الفيس دونك قلبناها كامل فيس، ولكن يعني من بعد بدلنا بزاف لانه الله غالب احنا نتبعوا الخبزه. وين تكون انا راني لتما بغض النظر على يعني اذا كانت معارضه او موالاه. وش من حزب اللي ندمت انك انضميت اليه؟ والله ما لقيتش كيفاش نقولها، باك جاتني صعيبه شويه. يا والله غير المشاهدين لا شك انهم حابين يعرفوا، من فضلك قولها. هو لك اللي حال حزب العمال اللي يعني سبب لي مشاكل بزاف مع الزوجه، لانها كانت تغير لانه رئيس الحزب هي مراه كما على بالكم. على كل حال دونك جيتي اوبليجي نبدل حزب ونشوف حزب اللي يحكمه راجل، يعني لاسباب لا علاقه لها بالسياسه. لا على كل حال سياسيا كذلك انا لم افهم الحزب اذا كان يعني معارضه او موالاه، هذه كانت تجيني صعيبه بزاف باش نفهمها. صح، دوكا قلنا افشل تجربه لك في حزب سياسي. من دون تردد نقولها لك مباشرة، هي لما انضميت إلى حزب عهد 54 كنا نعاني من مشكلة كبيرة وهي ندرة الأصوات، يعني كان سيتخي غاغ وين واحد يفوطي علينا، ما احنا ما كناش نفوطي على روحنا. وشنو هي الأسباب اللي خلت واحد ما يفوطي عليكم في حزب عهد 54؟ اعتقد ان السبب الرئيسي هو الاسم تاع مول الحزب سي فوزي 40، يعني الناس لما يسمعوا الاسم هذا فوزي جو كروا كيديروا في بالهم باللي طفل صغير لو حاكم الحزب، وانا كنت نصحته على كل حال باش يبدل اسمه من فوزي الى مثلا جعفر 40 او علاوة 40، ولكن هو ما حبش يسمع وشد في الاسم تاع فوزي، والنتيجه راكم تعرفوها كامل. الكثير عاتبوك وداروا عليك ايضا لما استقلت من حزب الافافاس ورحت الحزب جبهه التحرير الوطني، فما هو تعليقك؟ والله الافافاس على كل حال كنا ملاح مع ما تكون افافاس فتكون اوبليجي تفوتي كونتر كلش وتكون معارض، وهنا راح يكونوا شي ناس اللي شغل كل حال ما يعجبهمش الحال واللي زعفوا عليا، لذلك قررت باش يعني نطلق حزب الافافاس ونولي لجبهه التحرير وخيرت يعني الاستقرار في الجبهه. الآن قل لي ما هي أصعب أيامك في الأحزاب السياسية؟ من دون شك نقول لك مباشرة الإسلاميين، أنا كان عندي مشكل كبير لما تكون مع الإسلاميين في الجزائر، هما تلقاهم كامل شغل يصليوا وأنا على شغل على كل حال خاطيني صلاة، لذلك هذا المشكل هذا سبب لي هضرة بزاف، لذلك قررت باش نطلق الإسلاميين وبإذن الله بدون رجعة كامل إن شاء الله. بعد التجوال السياسي هذا كامل أسست الحزب تاعك؟ نعم على كل حال بعد 20 سنة من السياسة أسست الحزب الخاص تاعي اللي على كل حال أنا ما قدرش نشفع على اسمه دونك لازم لي الورقة فما باش نقرأ لك الاسم تاعو بيسك طويل بزاف. هو الحزب الليبرالي الإسلامي العلماني الديمقراطي الشعبي الاشتراكي الشباني للمعارضة والشيتا في الجزائر، دونك جمعت فيه كل شعلة على كل حال كل أطياف الشعب، ولكن ما مشاليش تاني مع الأسف الشديد. رغم انك تقريبا درت فيه كل طوائف تاع الشعب كيما مشاليش استنتجت بانه في هاد البلاد يا باميو تكون مجرد مواطن. يعني سي سليمان وشنو هو الطموح تاعك في السياسه؟ والله انا على كل حال مدابية يجي نهار ان شاء الله ونولي مدير يعني كيما نقولوا ديريكتور تاع بلاد ان شاء الله. تسمى رئيس الجمهوريه؟ لا لا على كل حال هذه حاجه واحده اخرى كامل، سؤال موالي تفضل تفضل. وش عطات لك السياسه؟ إيه على كل حال أنا السياسة عطتني على كل حال كل شيء، الفيلا تاع بومرداس، الفيلا تاع حيدرة، الطراب تاع السحاولة، يعني الأموال اللي راهم في البنكة، الطونوبيلات اللي شريتهم لأولادي، هذوما كامل السياسة هي اللي عطتهم لي. لا لا راني على الناس، تسمى قصدت لك علاقة الحب مع الناس.
باغ كونتخ هذه هي يعني الحاجة اللي ما فهمتهاش، حب تاع الناس ما حبش يجيني كامل، ما فهمتش علاش. بالمقابل كان يجيني كش نقولها يعني باحترام يعني للسادة المشاهدين ربما راهم ياكلوا، كان يجيني من عند الناس حاشاكم هذاك السائل الأبيض اللي يخرج من فم الإنسان، كان يجيني في وجهي بزاف وين نروح يا سبحان الله. طبعا كذلك مع بعض السبان في الفيسبوك، مما اضطرني على كل حال باش ندير فو بروفي، ولكن أنا نصبر روحي ونقول بأنه كل هذا الشيء يعني هذا تضحية من أجل الوطن. كان ماذا بينا نزيدو نقعدو معك، جوزنا معك يوم جميل جدا. أما أنتم أعزائي المشاهدين، موعدنا في الأسبوع القادم، وبعيدا عن السياسة راح يكون معنا الضيف الفنان المازوني إن شاء الله. ما لبينا حلقة هاي لك يجيب هذاك اللي غني تاع خوك طرف غلطة، هذه اللي قال لك رد بالك وإذا جاك العتروس غير إذا طرف غلطة بحبة كرموس. يا أي ما تنساوش تابوني وفلاشين يوتيوب، كليكيو عليا، كليكيو هنا، كليكيو هنا، هكذا باش الفيديو تلحقكم غير تخرج في رمضان ومور رمضان. اي كاين لي فيديو قوة رم جايينا، غير ابونيو. ايا واش تستنى ايا.